بدي قلك شو بني شو اللي جرالي بهالدني بدي معك ابدا العمر اول سطر بالولدني ما بدي قلك شو احسن المشاهدين بجدد موعدنا في العاصمه الامريكيه واشنطن في فقرتنا الفنيه هذه ومع فنان جديد وهذه المره فنان مختص بالاغاني الرومانسيه وهو الفنان السعودي ابراهيم الحكمي. اهلا وسهلا فيك ضمن برنامج اليوم الحره. اهلا وسهلا فيك حبيبي. انا لي شرف كثير اني انا اتواجد معكم ان شاء الله اكون ضيف خفيف عليكم. لا اكيد راح اكون كثير مبسوطين فيك. نحن هلا متواجدين بكواليس الحفله بمسرح وورنر مسرح عريق بالعاصمه الامريكيه واشنطن. خبرنا اول حفله خارج الوطن العربي وعم بتخصصوا لواشنطن للجاليات العربيه المتواجده في الولايات المتحده الامريكيه. طبعا تجربه يعني انا اعتبرها تجربه ترفعني يعني حتى لو اضطر اني اطلع هالحفله يعني كرمال العالم مش كرمال اي شيء انا جاهز. ليش؟ لان هذا شيء بيرفعني بيزيدني ما ينقصني. وانا مبسوط كثير بجيدي صراحه واشنطن دي سي عامه يعني واني اسوي حفله للجاليات يعني الجاليات عامه يعني ها اول لقاء لك مع الجاليات. هذا اول لقاء لي مع الجاليات. شو اللي جرالي بهالدني بدي معك ابدا العمر اول سطر بالولدني. لاحظنا انه في من كل الجاليات العربيه. انت اليوم شو محضر لهم اغاني مشان ترضي كل الانواع اليوم؟ والله انا تايه. انا ممكن يعني ما اخلي شيء في جعبتي، ممكن اغني لهم كل شيء. يعني انا مجهز حاجات كثيره، مجهز في مغربي وفي طبعا خليجي. هذا شيء طبيعي، اخي خليجي وفي لبناني وفي مصري وفي حاجه ان شاء الله عن الوطن العربي. اي اكثر لون بتحب تغني صراحه؟ يعني اكثر شيء رومانسي، شيء طبيعي، بحب كلاسيك رومانسي. ارجوك لا تزعل علي، انا من ضلوعي قلبي حي، صدقني بعيونك شفت العنا، عيون تدور على الهنا، يا من تنادي لي انا لبيك. ممكن يكونوا اغاني الرومانسية بالخليجي باللهجة الخليجية اكثر يعني بتوصل للقلب اكثر من اللهجات العربيه الاخرى؟ لا كلها واصله للقلب وصار الان الكل الصغير صار يفهم كل اللهجات. يعني شيء طبيعي تطورت يعني الصغار كبروا وتطور الموضوع، فالكل يسمعها صدقني رومانسي هو اللي يحكم على نفسه سواء كان بالخليجي ولا كان بالعربي. حضرتك بلشت مسيرتك الفنيه من سوبر ستار نسخته الثالثه وبتعتبر انه هيدي كانت كيف فيك تنجح لو ما كنت بسوبر ستار برايك؟ والله هي صراحه اختصرت لي 10 سنين. يعني تقدر تقول 10 سنين منك تشتغل وتعب نفسك يمكن برضو ما توصل للواحد اللي وصله في هالايام. لكن الان انا اتكلم لك الان اسهل من اول. انا اعتبر نفسي من اول، الان اسهل من اول. صارت البرنامج تطورت فيه برامج كثيره، صارت تختصر لك الوقت من 20 سنه 25 سنه في عالم الفن يصير لك يمكن من سنه واحده تختصر لك 10 سنين. يعني في تطورات واضحه. اليوم كيف الواحد في كفة مسيرته الفنية؟ في كثير منافسة بالعالم الخليجي وبالعالم العربي، برأيك شو حيميزك عن غيرك بالأغاني المستقبلية؟ وخبرنا شو عملك الجديدة؟ يعني أنا اللي بيميزني ثباتي ووجودي في نفس المجال يعني الفني، ما أحب أطلع أنا برا المجال الفن أبد، لا في أي مجال آخر ما أحب أطلع. وجديدي إن شاء الله البوم ان شاء الله في عيد الفطر عيد رمضان، عندي البوم ان شاء الله يضم اكثر من 14 اغنيه، ممكن 16 اغنيه، فيها لبناني وفيها مصري وفيها طبعا خليجي طبعا، وعامل تشكيله جدا حلوه مصري عامله بالتكنو الهاوس، الايقاع التكنو هاوس الغربي، واللبناني عامله مثل فيروزيات.
برفع قضية على الدنيا وما فيها، وأول قضية برفعها على حالي، وبشعل النار في نفسي وأطفيها، خلاص مليت والله تعبت أحوالي. اختيار الأغاني بالألبومات الجديدة؟ والله اختار أغاني أنا اللي اختار يعني، وفي برضو مساعدة أصدقائي، أنا أحب أستشير، ما أحب اللي أنا بس أفرض رأيي على الأغنية، هذه عجبتني خلاص لا. كيف عم بيتواصل مع جمهوره؟ هل عم بيستفيد من المواقع التواصل الاجتماعي؟ والله انا شوف انا مش مطلع، انت احرجتني السؤال هذا، انا مش مطلع كثير في صراحه عندي شباب يعني، في ناس متابعين فيسبوك، في ناس متابعين يوتيوب، قناه عندي قناه في اليوتيوب، في ناس متابعين تويتر، عندي برضه تويتر، وعندي عندي مواقع كثيره يعني من اللي قاعده تصير هذه، بس انا مش مطلع عليها، انا مطلع اني ارد عليها بس ماني داخل فايت الجو فيها يعني. يلي مطلع عليهم بيجي بيقول لك انه في اشخاص عم يطلبوا منك هالشيء وانت بترد عليهم من خلاله؟ ايه برد عليهم، يمكن هذا يعني انا طولت الاجابه بس انه هذا فعلا. غريبه بعد كل هالسنين تصحي في قلبي في قلبي الحالين. يعني بدي أسألك اليوم شو الواقع الفن في السعودية؟ والله تغيرت الأمور يعني، صارت أفضل من أول يعني، أول من أيام المرحوم الله يرحمه طلال مداح كان صعب جدا مثلا أنه يطلع فنان بهالسهولة أو أنه يدعمونه، كان في تحفظات كثيرة. الآن لا، الآن في شركات، في إنتاج، في قنوات، في برامج توصل، حتى في المسلسلات قاموا يغنوا يعني، حتى قامت يعني توصل الشباب، تدعمهم ترفعهم، في تطورات حلوة. شو الرسالة اللي بتحب توصلها للعالم عبر غنائك؟ انه هي الغناء هي بالنهاية رسالة، وانت اليوم عم بتمثل شريحة كبيرة من السعوديين، شو هي الرسالة بتوجهها للعالم كله عن الشباب السعوديين؟ يعني عني وعن شباب السعوديين وعن الخليج وعن الشرق الأوسط كله، يعني أحب أوصل بروحي وبقلبي وبغناي، أوصل يعني الحب والاحترام والسلام عامة يعني، والله يعم علينا السلام إن شاء الله وعلينا وعلى جميع الأوطان إن شاء الله. عيونها شفت العالم عيون تدور على الهنا، قامت تنادي لي أنا لبيت، فجأة التقى الشوق بالشوق، إحساس يسري في العروق، حسيت قلبي ذايتوك حبيت. في غنية ما بدي أقول لك شو بني متعلقة بإبراهيم الحكمي، هل احتجي غنية من بعدها تكون كمان سبيشل كتير مثل هالغنية؟ والله إن شاء الله. هذا مخوفني الموضوع، إن شاء الله. أنا قلت لك عندي عمل لبناني فيروزيات، يعني من مثل ألوان فيروزيات، طبعاً ست فيروز شيء كبير يعني ما حدا يقدر يحكي شيء عنه، لكن إن شاء الله أنها تعجبهم، إن شاء الله يعني زي ما استلطفوني وحبوني فما بدي لك شو بني، إن شاء الله يحبوني في هالغنية. شو كان سر هالغنية اليوم ما عم بينسوها العالم؟ حتى اليوم باليوتيوب سجلت أكثر من 1,000,000 مشاهد عبر اليوتيوب، يعني قديش يعني شو كان سر هالنجاح هالغنية بشكل مش طبيعي؟ يا صراحة هل كان هو إحساس أنت جسدته بهالغنية؟ كان إحساس وكان تحدي، أنا كان معاي وأنا كنت أغني نقولها سعادة نخلة الملحن، وأحب أمسي كمان على سهام شعشاع طبعاً شاعرة، هي كاتبت أغنية مبدي لك شو بني، وأمسي على نؤولة سعادة نخلة. أنا كنت أنا نؤولة بالاستديو كنت قاعد أغني الأغنية، كان يقول لي نؤولة
لا إبراهيم الأغنية هذه مش لابأ إلك، يعني مو لابأت لك، حسيت بقهر داخلي، قلت كيف مو لابأت، استفزني استفزني استفزني، هو ما يبغى يستفزني، كان يبغى يستفزني عشان أغني أفضل يعني أحلى. فعلا هو استفزني كذا مرة، قلت له هذه آخر مرة أغنيها، اللي هو آخر تراك غنيتها، قال لي أنا ما بدي بعد هيك، خلاص هيدي الغنية لك، هيدي غنية أنت ومعي حبك أنا قد المدى، أنت ومعي ما بدي من بعدك حدا، أنت ومعي قلبي اللي على الحب اهتدى، عايش معك أحلى دنيا، أنت ومعي بشعر أنا بشمس الدفا، أنت ومعي خوف اللي بعدين اختفى، أنت ومعي إيدك عاطفة قلبك. إبراهيم يلي بيعرفك من سنتين وبيشوف حتى الفيديو كليبس، وأنا عم بشوفك اليوم كليا مختلف حتى انه لوك جديد، خبرنا انه قد ايه مهم الفنان انه عن جد يشتغل على حاله باللوك وبإضافة للصوت. طبعا انا ما يهمني اللوك كثير، يعني مش مهم عندي، انا مهم عندي حاجتين، صحتي قبل صوتي. خلاص لجمهورك عبر شاشة اليوم على الحرة يلي عم يتابعك اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن؟ والله أول شيء أنا أحب أشكرك، وأحب أشكر اليوم والحرة على حسن استقبالهم، وأنا لي الشرف كثير أني أنا أعمل معكم مو انترفيو، يعني أكون لكم إكسكلوزيف وخاص يعني، وأتمنى هالشيء. ثاني شيء أحب أقول لهم روحي وقلبي وأنا معاكم في أي مكان تكونون فيه، أنا معاكم. أنا بتشكرك على هاللقاء المشوق، ولحظات قليلة رح تكون على المسرح، عتبة المسرح، هتغني لجمهور كبير اليوم إجا ليشوفك من كل الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك. صبرني صبرا عليك.